تسجيلة ذاتية للأستاذ المساعد الدكتور إيناس يحيى السلامي. التخصص العام رياضيات، التخصص الدقيق في الميكانيك، عدد سنوات الخدمة 14 سنة، مشرفة على رسائل الماجستير، مناقشة لعدد من رسائل الماجستير باختصاص التوبولوجي والمعادلات في الميكانيك، نشرت أكثر من 17 بحث في مجلات محلية وعالمية، حاصلة على الدبلوم من معهد إعداد المعلمات سنة 1997، بكالوريوس جامعة الكوفة كلية التربية للبنات سنة 2001، ماجستير جامعة الكوفة كلية التربية للبنات 2008، ودكتوراه جامعة بغداد كلية العلوم 2015. دكتوراه انت بعد راح تسوي الوقت تحت 20 دقيقة مو؟ كيف تقول الخير المحاولة؟ بداية نرحب بضيوف الكرام اللي شرفونا بالحضور اليوم. الحقيقة في إطار هذه الندوة إنه كثير من التساؤلات بعض الباحثين عن قضية الاستدلال في الفنون الأدبية والصعب والأبعاد، وكيف يمكن أن نعالج الاستدلال، أو كيف يمكن أن ننقل الرسائل والبحوث بطريقة تخلي من ذلك الاستدلال. الحقيقة راح نجيب عن تساؤلات كثير من الباحثين بخصوص هذا الموضوع. المحاور اللي راح نغطيها مفهوم الاستدلال وبرامج الاستدلال الحكومية والبرامج الموجودة على الإنترنت، وأخيراً أسس إدارة الأضاليق والرسائل الجانبية. المحور الأول راح نتعرف فيه على الاستدلال المسمى عند بعض الاتحاد. أفكار الاستدلال إنه تخلص أفكار ومفاهيم وأفكار أشخاص آخرين وتقدمها لمعامل خاص لها، أو إنه تستخدم أعمال باحثين آخرين وتقدمها على أساس إنها مبتكرة والجديدة بين ما تكون تشير إلى الباحثين اللي صفاً. فكرة الاستدلال تسعى تشمل على رسوم، الجدول الإحصائية، رسائل صوتية، رسائل إلكترونية وأي اتصالات شخصية أخرى. كذلك أن مفهوم الاستدلال يبتدأ دائماً من اقتباس النصوص والجمل، وينتهي باقتباس بحث بشكل كلي أو جزئي. أبسط أنواع الاستدلال أنه الباحث يستعمل جملة أو عبارة أحد البحوث بدون أن يشير إلى لا قريب ولا من بعيد، ويصلها إلى نفسه، أو أنه يحتوي نص معين غير كلمة أو كلمتين بدون أن طبعاً يلاحظ علامتي الاقتباس وتبدو أنه مبتكرة وجديدة. لكن الحقيقة برنامج الاستدلال لا تجد أنه هذه الانتحالات البسيطة وبسرعة ممكن أنه يكشفها. فالحل دائماً أنه لما تكتب نص معين تضع بين علامتي تنصيص وتشير إلى المصدر الأصلي حتى تنتهي لموضوع الاستدلال. أنا هو الاقتباس يجب أن يكون في إطار محدد، نتيجة الاقتباسات قد تقلل من القيمة العلمية للبحث. أيضا أحد أسباب الانتحار أن تمشت مجموعة باحثين في عمل بحثي، لكن للأسف باحثين قرروا بأن يمسك نتائج البحث إلى نفسه بدون أن يصدر الباحثين آخرين. وطريقة أخرى أيضا تضرب الانتحار العلمي أنه كتابة أسلوب الكتابة يكون مختلف من بحث حرفيا ونصيا، بحيث ان المكتوب لا يتطابق مع الورق النص الاصلي ولا مع طريقه ترتيبه. طبعا هذا الانتحار يعتبر مسار ثالث للهندسه المنطقيه للبحث الاصلي. ايضا بالنسبه للباحثين في المجالات العلميه تحديدا عندما يستعين بفكره لشخص ابدعها او مقترح حلمشي ايضا لابد ان يشير اليها، لكن هنا يجب ان يفرق ما بين المفاهيم العامه وبين المفاهيم الخاصه. يعني مثلا عندما نتطرق الى مفاهيم مثلا شتاين او نيوتن لسنا بحاجة إلى أن نفهمها، هذا طبعا مسلمات علمية، لكن الأفكار المفاهيم الخاصة للباحثين يجب الإشارة لها. طبعا هذه ما تناولناه سابقا هو تعتبر هي أكثر إشكال الانتحار اللي يسبب دائما في كتابة الرسائل والأقارب. الآن ننتقل إلى المحور الثاني الذي يتعلق ببرنامج المقصد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات البحثية، هو نظام التنسيق. طبعا هذا النظام هو نظام الكترولي يعمل على شبكة الإنترنت. الهدف من هذا النظام هو تحديد نسبة الاستدلال والسرقات العلمية للرسائل والأقارب. وهذا النظام تشتري مؤسسات ومراكز بحثية من الشركة العالمية أو الشركة الأمريكية وشركة بريطانية. إحنا شركة بتتعامل معها جامعة بريطانيا هي الشركة الأمريكية. يتم تسميتها باسم مستخدم وكلمة سر جودة ويسن. هذا النظام انتشر في 2008 ومن المزايا اللي يمتلكها انه اعتمد 31 لغه من ضمنها العربيه والانجليزيه. هذا النظام ليس يحكم على فئه معينه، وانما يمكن ان الطالب يستفيد منها وايضا المدرس يستفيد منها في اللغه نفسها، لكن صلاحيات الطالب
تختلف إلى حد ما عن صلاحيات المدرسين في السلطة المتطرق إليها في وقت سابق وقت الأفلاح. هذا أنواجهة البرنامج نجرد أنه نكتب اسم البرنامج وبعض الكرم الواجهة نكتب الباسورد واليوزرنيم. هي عمل النظام وهنا النظام والنظام لأنه قادتنا سابقا نظام الإلكترون فلا يمكن تنصيبه على جهاز كمبيوتر. لذلك نجرد أنه نكتب الباسورد واليوزرنيم أوتوماتيكيا نتصل بالنظام. يعمل على جزئين، جزء خاص ما ذكرنا بالطالب وجزء خاص بالباحث أو المدرس. الجزء الخاص بالطالب المطالب يسجل البحث إلى الباحث اللي يعمل في برنامج الاستدلال، يتم تخزينه عن طريق مؤقت في قاعدة البيانات، وبعد ذلك يتم مقارنته مع المحتويات الموجودة في قاعدة البيانات. وهذه المقارنة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين أو أكثر حتى 6 ساعات. بعدها يزور الطالب بتقرير نهائي نسبة الاستدلال الواردة في البحث العلمي أو في الرسالة. وهنا يمكن لدور الطالب ممكن ما يبقى الاستدلال بعد يعطي. أما بالنسبة لدور المدرس أو الباحث يختلف، حيث يمكن للمدرس من استثناء المصادر، استثناء أو الكلمات المترادفة مثل كلمة جرع، كلمة مثل تبرج، من كلمات تبدا من البحوث العلمية ممكن أن يجي استثناء لها من البداية. ليس ذلك فقط، وإنما يمكن أن يحدد أي رقم هذا البحث مع من سوف أقارنه، مع مستودع مستندات الطالب أو الإنترنت الحالي الأرشيف أو الإصدارات المجلات. قد يتساءل البعض ماذا يعني الاختيارات لكم بهذا الشكل؟ أقل قد مرحلة البحث يصل إلى مدرسة البحوث استعداد للمناقشة، لذلك هذه البحوث عندما تدخل الرسالة سوف تظهر بفضل الطالب تعتبر هذا امتحان، لكن عندما نختار مستودع مستندات الطالب فبالتالي لن يعتبر امتحان لأنه جزء من ميثاق الطالب. أيضا لا بأس بالتأكيد أن المقارنة مع المجلات والإدارة، فنتيجة الطالب نشر بحث ينشر في مجلات قد تكون محلية أو قد تكون عالمية، وهي أيضا نشر في بحث أوتوماتيكي على الإنترنت. أيضا الإنترنت في الحالة يعني أيضا أنت قاعدة الإنترنت تحتوي على مئات آلاف البحوث. طبعا قاعدة الإنترنت يعني نظام أيضا مرتبط مع شبكة الإنترنت الذي يحتوي 20 مليار صفحة إنترنت حالية ومؤرشفة. لذلك هذه الاختيار جميعها يجب على الباحث أن يختارها من أجل تحقيق المصداقية والأمانة العلمية. قاعدة البيانات حقيقة الأرقام المذكورة ليست هي أرقام نهائية وإنما عملية تراكمية. لذلك نجد أن الباحث عندما يجري استدلال علمي لبحثه بعد شهر يجري استدلال نفس البحث يجري أن يصغر بسرعة، وهذه العملية جدا طبيعية لأنه كل يوم الواحد مئات الآلاف من تكون تحفة في قاعدة البيانات الخاصة بنظام الاستدلال. طبعا نظام الاستدلال بشكل عام بعد اكتمال مقارنة مع قاعدة البيانات يوفر تقرير نهائي للطالب. هذا التقرير يبين المناطق التي يستلم منها الطالب ونسب الاستدلال، وهذه النسب تتراوح دائما بحسب يعني بكل نسبة لون محدد، يعني الألوان الغامقة هي أكثر استدلالا إما بدرجة الألوان الفاتحة كما صنعنا في التقرير السابق. وهذه النسبة هي عن الكلام أجمل بالنسبة لبحث علمي. طبعاً رتبة نسبة الاستدلال 5-2-2 يعني معناه أنه أعلى نسبة الاستدلال هي الثانية 5%، لكن يجب أن اللون يكون غامق النسبة تكون جداً عالية. الأرقام التي نشاهدها بتقرير الاستدلال ممكن لأي باحث أنه مجرد أنه يوقف على هذا الرقم سيظهر له البحث التي نسب البحث الذي نسبه من الباحث هذه الجملة. فبالتأكيد انه موضوع الاستدراك تحديدا يجب ان تكون نسبة ذلك صفر، الله بدعت من اعطى ذلك بالنسبه للرسائل والاقران حتى بالنسبه للبحوث، باعتبار ان الاستدراك دائما هو يمثل فكره البحث، يجب ان تكون هذه الفكره تحمل نسبه عاليه من الاصاله والامانه العلميه. هذا الكلام ايضا ينطبق على الادوار وينطبق ايضا على المسائل. فالباحث العلمي ياخذ هذا الاعتبار ان العنوان والاستدراك وحتى المسائل يجب ان تكون نسبتها جدا قليله. لكن عندما تحدث عن البرودكشن فبالتأكيد البحث هنا سيتطلب إلى دراسات سابقة، وهذا بالتأكيد سيجعل هذه البرودكشن نسبة دائما تكون أعلى، تكون 5 أو 10 قد تصل إلى 20. ليس الطالب الأول في النقطة في المشكلة، المشكلة فقط في العنوان في النتائج وفي الأسئلة. هنا الباحث يسلم تقرير الاستدلال أو الطالب ويقوم بإعادة صياغة العبارات بالحكم الذي يقرر من نسبة الاستدلال في هذه المناطق المهمة، يعني معناه أنه في البداية يجب للباحث الموضح للطالب أو للباحث ما هي المناطق التي يجب أن تكون سنة قليلة أو لا تتعدى 1 أو 2، العنوان،
الملخص النتائج. والجزء عن العمل الله رب الأمر فلا بأس أن تكون سبع عام. حتى الوزارة حددت في ثمار التقييم الباحث العلمي أن تكون طرق البحث طرق حل المشكلة والمقدمات تصل إلى 12% ابتلاء، لا بأس يعني جدا معقولة ومنطقية. خاصة من استخدام الجهاز تكون الإنسان تكون أقل لأن قاعدة البيانات لا تحصل في كثير من البحوث العربية. لذلك دائما البحوث العربية يعني ذا الحظ الأفضل في موضوع الابتلاء، لأن يعني البحوث العلمية الأكثر يعني تفضلا دائما تكون نسب عالية قد تصل إلى 80%. هناك برامج ممكن للطالب طالب الماجستير أو الدكتوراه أنه يحجزها في يبحث فصول الرسالة. وهذا طبعا شيء إيجابي لأن الطالب يطلع منه مرحلة إعداد الرسالة ويسلمها للباحث تكون نسبة جدا عالية وليس لديه الوقت الكافي لإعادة صياغة الإبرة. فالأفضل أنه يكون يعني فصل الفصول فصل فصل. هذه البروشي أقول البرامج هي برامج مجانية يمكن للباحث فقط أنه يزود ببيانات خاصة واسمه ويرسل البحث ويتم إجراء البحث بشكل أوتوماتيكي. طبعا يرسل له التقرير. طبعا كل برنامج يمتلك ميزة معينة، البعض منه يكون سريع في الوقت والبعض يكون بطيء، البعض لا يتعدى 500 كلمة. فمعناته أن الطالب أو الباحث يحدد البرامج حسب الملف المراد إجراء الابتلاء له. المفهوم الأخير اللي راح نتعرف على الاستشهاد والاقتباس. كلمة الاستشهاد كلمة شائعة جدا في الأوساط العلمية. المعنى الحرفي لها أنه إعادة صياغة الأفكار والمفاهيم بأسلوبنا الخاص. طبعا الأفكار والمفاهيم مرتبطة بشكل وثيق بالفكرة والباحث الحقيقي يلجأ لها من أجل أن يدعم فكره ومؤمن بها أو يلحق إدراكه. إعادة الصياغة الحقيقة لا تعتبر مسألة تعيينية بل لقاء الباحث أسهم الفكرة بشكل كامل وهو ما عليه أن يقام بإعادة صياغته بأسلوبه الخاص. حتى نجد أن البعض المنطقه العلميه للجمل المعاصره تختلف بشكل كلي عن البحث الاصلي، تختلف عن الفكره وطريقه تقديم البحث، وهذا نوع من الامانه العلميه وتقليل سبب الاختلاف. النوع الثاني هو الاقتباس، طبعا الاستشهاد هو اكثر المحطات العلميه ذات الطابع العلمي، اما المستجد ذات الطابع الانساني فالاقتباس هو الاكثر شيوعا، يعني ما يؤخذ الاعتبار باكملها حرفيا تنقل من الكتاب وتضع بين علامتي الاقتباس. هي اضطراب الباحث انه يلقى فكره او يدافع عن راي مؤمن به. ولا تشكل ابدا المشكله اذا وضع بين علامتي الاقتباس ووضع علاقه مشير الى المصدر الذي اخذ منه الباحث. الاقتباس يقسم الى نوعين، النوع الاول هو الاقتباس المباشر بمعنى انه الباحث ياخذ الجمله نصا، جمله او مقطع باكمله لكنه يضعها بين علامتي التنصيص ويشير بها الى رقم يلا أسفة طبعا الصفحة بالحاشية هو اسم المصدر أو اسم المؤلف أو المقالة التي أخذ منها الله. بهذه الطريقة سوف يجنب الباحث نفسه أي فلسة علمية. أما النوع الثاني أنه يقيس صياغة الجمل بطريقته وبأسلوبه الخاص، وهذا أيضا يعتبر من طرق الحماية للباحث حتى أيضا يجنب الاستدلال أو السياقات العلمية. لكن الأول نوع الباحث يكون فاهم الفكرة ويعبر عنها بأسلوبه الخاص. الفرق بين الاقتباس وبين إعادة الصياغة هذا سؤال طبعا جدا مهم بالنسبة للباحثين. البعض حقيقة يقول لابس ما بين الاقتباس وبين إعادة الصياغة، يعني البعض الأحيان يجد أن كل ما مكتوب جدا مهم بالنسبة له لذلك يقتبس ويكون الاقتباس جدا كبير. وهي ملاحظة أيضا لابد أن يكون الباحث لماذا أقتبس من هذا الأمر الكبير؟ لأنه كل ما قدم الباحث هذا الكتاب هو يفهم فكرة مؤمن بها الباحث أو يدافع عن رأيه. بنفس الوقت أيضا الاقتباس إذا لم يكن له ضرورة فلا داعي له، لذلك أيضا يخلق مشكلة للباحث. أما بالنسبة لإعادة الصياغة قد تقرأ بحث ولكنك لا تفهم شيئا، فتضطر إلى تحويل الصياغة بأسلوبك الخاص. أو أنك تحب أن تبين للقارئ أنك فهمت البحث بشكل أفضل، فهذا التمييز ما بين الاقتباس وإعادة الصياغة. قد يتساءل الطالب كيف يمكن أن يقلل سبب الاختلال؟ طالب او بحث على حد سواء، اولا لابد ان تكون على درايه كامله بموضوع الاستشهاد. يعني تفهم الفكره بشكل كامل وتستطيع ان تعيد صياغتها باسلوبك الخاص من حيث بناء الجمله، من حيث الكلمات التي تستخدمها. اي جمله تؤخذ نصا يجب ان توضع بين علامتي اقتباس. عندما تقتبس فكره من باحث او من عالم يجب ان تكون دائما تبقى لي قال كذا كما في الدراسه في هذا العام، فبهذه الطريقه انت قد اسلبت الفكره الى صاحبها الاصلي.
كلنا دائما تؤخذ وجهه طلع بين على نبيل كلاس اي جمله تؤخذ حرفيا او حتى باي صياغتها لتثبيت كلمات معينه ليست الجمله باحكامها الفرعيه لا كلمات معينه يمكن تحرم في مجال الاقتباس فلا بد ان تضع بين علامتين تنصيص بشكل حمايه للباحث من السرقه العلميه اذا طلع او البحث كان صار مشكله في فهم الاقتباس او الاستشهاد فرفض تماما انه يعني يدفع الموضوع انه يعطي الجمل بدون توضيح وعلى اكثر الطلاب يسال ما بعد تفهمت الاستفاده جدا عاليه هذه نسبة تأتي دائما من عدم فهم الطالب لموضوع الاستشهاد او الاقتباس ياخذ عباره يغير جمله او جملتين فيعتبر ان هذه عباره خاصه به البرنامج دائما يتغافل عن هذا الامر اذا انتظر هذه العباره ان هذه نسخت من هذا المصدر وفعلا ظلت المصدر الذي نسخت منه وتعطي نسب عاليه جدا للاستناد اذا عندما تريد ان تاخذ اي كلمه او اي جمله من مصدر لا تقوم بتغيير كلمة أو كلمتين، أما أن تعيد صياغتها بالكامل بأسلوبك الخاص بالبناء اللغوي الخاص، أو أن تضع بين علامتين اقتباس وتشير إلى المصدر. بهذه الآلية يعني هذه الخطوة اللي أقدمها الباحث أو الطالب تمثل في نسبة استدامة جدا قليلة في البحث العلمي، هذا هو الهدف الذي يسعى له نحن كباحثين أو الذي يسعى إليه طلبة الدراسات العليا. طبعا ما حشرت خيز بعد بكم ليس احنا يعني هذا البرنامج هو يعني ناجح كل السياقات العلمية الصحيحة لو البرنامج ناجح لكن شو الفرق اللي تدخل الرسالة وتحت بالكامل لأن مرفوع هذا فقط العنوان والاعتبارات والمكان طبعا هاي مشاركة هذا العلم الكمبيوتر بسرعة يعني اكو مثلا يعني فكرة مثلا معينة احنا عندنا اكو بالرياضيات اكو مصطلحات ثابتة يعني ما نقدر نغيرها مثلا اسم عالم هنبر في سبيس بناه في سبيس شغلات هاي اثناء اذا دخل الرساله بالاستيلاء يعني طبعا هاي كلها تطلع استيلاء مو بينما هو انت ما تقدر تغيره يعني مو هذا شيء ثابت يعني لازم تجيب الاسم هذا تخليه او مثلا انت عندك فكره تريد تغير مثلا تطلع لك دبل سيكونس فرضا الدبل ما تطلع استيلاء بس السيكونس تطلع استيلاء يعني فكرتي انه دبل سيكونس مو سيكونس بينما نسب الاستيلاء راح تكون عاليه في حاله ودكتور حقيقي يبين دور البحث العلمي لكن بالاختصاص الداخلي صحيح انه هذا اسم عالي وما ممكن انه لا يعني انا قصدي اذا ما نستبعد بعض الامور انت المقدمه تستوعب لانه مو بس المقدمه مو بس المقدمه يعني حتى خلال البحث هذا نعم خلال البحث يعني اكو شغلات تستبعد تخليك فواحل بارك تستبعد فواحل ناقه تستبعد هاي مصطلحات ثلاثه انا تظهر عندي بالرساله تظهر بكل فصل من الفصول دكتور الان كله ما بحث يعني بعض الجامعات فقط المرحلة احنا اللي يسوونها الطلاب فرضا يسووا الاستلال كل الرسالة كل الرسالة بينما احنا نشوف جامعات اخرى ياخذ فقط الشغل شغل ما والباقي الفصل الاول كله ما يدخل يعني مو اكو خلل يعني هذا التعامل مع البرنامج فقط التعامل فهمنا يعني البرنامج وزاره تطبيق البرنامج التعليمات اللي اجت تطبيق البرنامج هم مو صحيح المفروض يعني على على جزء معين من الرساله يطبق هذا البرنامج وغيره ما يعني جوانب معينة يعني طريقة المشكلة حل المشكلة الأدبيات المصادر النتائج وكل هذه النسب يعني أحد النسب لازم تكون فقط المقدمة عشرة مو صحيحة ما يعني داخل المقدمة عشرة يعني مستحيل إنه المقدمة على الأقل كم مصدر على الأقل تقدير 20 مصدر حتى المصدر هذا طعس إيه يعني كيف يعني المصدر تخلي المصدر هذا طعس وطبعا يعني برنامج تبع سنة تعليمية لأنه الأفضل إنه يحدد مناطق معينة في الاستدامة بصوت يفوق هذا البرنامج
على البحوث العلمية.
احنا عندنا الكتابات، كتابات خاصه الكتابات الانسانيه الان اللي موجود بالانترنت وقاعده البيانات، البرنامج نفسه كما تقولون بالمليارات وملايين البحوث، هذا مسجل، ولكن هذا ما ينفي انه توجد بحوث قديمه وهي تعتبر بحوث يعني كمراجع غير موجوده على شبكات الانترنت ما محفوظه. فهذه العمليه يحتاج للجان الاستلال ان تاخذ بهذا الجانب من نظر الاعتبار، وخاصة بالنسبة للبحوث الإنسانية، يعني يحتاج الاستلال الورقي إلى أهمية مثل ما موجود مع الاستلال الإلكتروني، يعني هذا الموضوع جامبيا. الشيء الآخر مسألة الاستلال، هو الاستلال السياسة أو سياسة الاستلال ما توضع من قبل البرنامج، لأنه هذه مثل ما تقول دكتور أسعد أنه هي هذه موجودة كآلية عمل، آلية عمل فني يعني بالنسبة للبرنامج. انت اللي تريدي تنطيق البرنامج هو ينطيق نتائج على ضوء الاختيار او الخوارزميه اللي موجوده فيها. فالمفروض على لجنه الاستلال ان تاخذ النظر الاعتبار انه يعني الاختصاص اللي اجري عليه الاستلال، يعني لما نجري استلال على بحث في الرياضيات يختلف لو اخذناه على التربيه الفنيه مثلا. هنا بالرياضه اكو جمل طويله ولكن هي متكرره، يعني اللي نقول مثلا ترانسبورتيشن بروبلم فول فازي، يعني هذه يعني الكلمه كلها المصطلح هذا يعني هي كلمه مرات عنوان يصل لنص سطر ولكن هو متكرر بنفس الرساله جائز تكررت اربع خمس مرات اذا ما اجريت عليه تقنين وخليناه مختصرا. خلاصة حتى ما أضيف إنه اللي يشتغل على الفاحص أو الفاحص يكون أعظم التوصيات ترى، نشير إلى أنه يجب التمييز بين الفروع اللي أجري عليها، يعني كل فرع له خصوصية معينة. والشيء الآخر إبداء أهمية للاستلال الورقي إلى جانب الاستلال. فعلا يعني برنامج يعني الاستلال هذا يعني مصمم باللغه الانجليزيه يعني لغه عربيه ما عرفت. استلال ورقي زائد استلال، نعم يعني هذا يتبع، بس يحتاج تعب بالاستلال الورقي مضاعف. لا استلال ورقي يعني لجنه موجوده محبسين هي تقوم بالشيء هذا. خبرة الفاحص دكتور تناقض احنا قضم شلون؟ ها؟ يا هل يعملون بيها؟ لا تناقض يعني الورقي عن الالكتروني بيش حالي شلون؟ ما هو يعني هو اليوم اللي عليه كل نسب الاستلاف لا وهذا جانب واحد يعني هذا يعني الجانب الواقعي يكون اختصاص قد يكون استلاله بالورقة الصفر واستلاله بالالكتروني تسمع عليه.